السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعي قناة عرب جينو لينكس، معكم عبد المجيب. أنا عندي احتقان، خشمي شوي مسكر، تمام؟ لذلك لا أحد يدقق على بعض الحروف لأنه ممكن ما تطلع. الحاجة الثانية كلمة تمام تطلع كثير، لأنه مؤخرا صرت تقول ليش تقول تمام؟ كل شخص عنده كلمة يردد، الحمد لله أن يقول تمام أحسن من أقول شيء ثاني. طيب اليوم هتكلم عنه فلسفة جينو لينكس، فلسفة كينو الحالة، تمام؟ راح أتكلم عن التوزيعات الحرة، وأتكلم عن شيء راح يصدم المستخدمين اللي ما بعد داريو، راح أتكلم عن جزئية بسيطة خصوصية الاستخدام للمستخدم، راح أتكلم عن فيروسات كينو لينكس. طيب بسم الله، أول شيء خلص جغمته من الشاهي. أنا ما أدري جغمة هل هي كلمة عربية ولا لا، ولكن جغمة عندنا تستخدم بمعنى شفطة، بمعنى جرعة صغيرة يعني كذا، هذه جغمة. طيب كينو ليس له علاقة مطلقا فلسفيا مع لينكس، لازم نعرف هذه الشغلة. بعض الناس مصر انه كينو لينكس شيء واحد، ما هو شيء واحد، كينو شيء ولينكس شيء ثاني، تاريخيا حتى بعيدين عن بعض، زين؟ ولكن لينكس نواة دخلت وثبتت او شغلت هذا النظام. وطبعا لينكس نواة لو لانها غير موجوده ما استخدمنا جينو من الاخر، يعني فعلا لو انه حتى لينكس يعني جينو ما كان موجود كان نواة لينكس حتى ما استفدنا منها، زين؟ ولكن اثنين مكملين لبعض. صحيح جينو مشروع اكبر، ولكن يبقى لينكس له فضل بالنشر. طيب في عندنا اشكاليه صرت اشوفها كثير بالشبكات الاجتماعيه والرسائل اللي تجي على البريد وحاجات كثيرة، اللي هي بعض الناس استخدم توزيع حرة وخلاص، يعني يحس انه صار مية مية احسن واحد بالناس، وصار لدرجة انه يسيطر او يحاول يفرض افكاره الحرة هذه على الناس بطريقة خطأ. نعم طيب راح نشوف شو الفكرة. طبعا انا بحاول انصح بعض الناس، يعني طبعا كلنا بشر نخطي وانا راح اخطي اكيد الحين، حتى كلامي اللي بقوله الحين لا يخلو من الخطا، ولكن الاشكاليه اللي وقع بعض المستخدمين هو نستخدم واحده من التوزيعات المرشحه بواسطه موقع gnu.org وهي توزيعات حره 100%، تمام؟ مثل توزيعات تريسكول، توزيعات طبعا تريسكول ليش؟ لان تريسكول الاسهل استخدام ما بين التوزيعات هذه، في جينيوسنس، وفي عندك توزيعات برابلا، تقريبا هذه التوزيعات الاشهر. طيب لما تستخدم واحدة من هذه التوزيعات، أوكي، هدف جيد جدا إنه يكون عندك نظام حر 100%، حلو، جميل. طيب إذا هذا النظام ثبت واشتغل عندك لأن جهازك قدر يشغل هذا النظام، أو لأن النظام قدر يتعرف على جهازك، في نوعية أخرى من المستخدمين ما يقدرون يستخدمون هذا النظام، لازم تفكر أنت صح. أعطيكم مثال، في بعض الناس لو نزل هذه التوزيعة الوايرلس عنده ما راح يشتغل اطلاقا، واعتقد انه ما في وايرلس يشتغل حر، الله اعلم، بس اعتقد مو بكيد، ممكن يكون في بعض القطع. طيب ايش راح نسوي؟ نقول للمستخدم غير العتاد عندك عشان تصير حر، صح ولا لا؟ هذا اللي دائما نردده احنا. طيب المستخدم ما عنده قدره ماديه انه يغير، او مو فاضي انه يغير قطعه علشان خاطر نظام عشان خاطر توزيعه، ماشي؟ ليش نقدر نسوي؟ في بعض الناس راس ماله اساسا لابتوب عنده، ماشي، ليش تطفي عتاد اللابتوب هذا عشان تستخدم توزيع حرة؟ ليش تزعجنا؟ ماشي، ثبت التعريف غير حر واستمتع يا عزيزي، ماشي، لأنك فعلا عندك سبب يقول لك أنا ما أقدر ماديا، ما أقدر، زين؟ إذا أنت رجال تعطي حلول، يعني إذا أنا بجي أقول لك ثبت توزيع حرة بس غير العتاد، أفضل ندفع لك فلوس عشان تغير. أنا بجي أحد يقول لي غير عتادك، أقول تجيب فلوس غير العتاد، الحمد لله عتادي ما في شيء مغلق، ولكن جيب فلوس عطن شير لي وسلام عليكم، زين؟ طبعا نتكلم، لكن اللابتوب بالمناسبه في كرت الوايرلس، لو ثبت مثال بسيط ديبيان ما بتشتغل افتراضيا مع الوايرلس. طيب هذه النقطه الاولى، انه في ناس ما تقدر تغير هذه، وهذا المستخدم له خصوصيته. اول اشياء من الاشياء الخاصه بالبرمجيات الحره هي خصوصيه المستخدم، لذلك اترك المستخدم حر، وجه كل النظام الفلاني البرمجيات الفلانيه ضاره تسوي كذا كذا كذا، خلوا يجرب، ما عجبه الموضوع ما قدر خلاص كيف. طيب هذه النقطة الأولى. الشيء الثاني اللي يستخدم التوزيعات الحرة ويتعصب بشكل كبير، ترى اللي قاعد تسوي خطأ يا أستاذ، لأنه كان غير حر من الآخر. أنا أقول لك ليش غير حر، هل سمعت بشيء اسمه open hardware؟
طيب افتح جوجل الحين، راح اعطيك فرصه. طيب روح اكتب اوبن هاردوير، اضغط انتر، يعني بيطلع لك حاجات كثيره، من ضمنها في واحد من الروابط ويكيبيديا، ادخل اقرا. قريت رجعت سلام، انت حر الحين ولا غير حر؟ فكر موضوعك، هل جهازك هذا حر ايضا ولا لا؟ زين، اذا بتطبق الحريه 100% تمام، يبقى اوبن هاردوير. سوي الاوبن هاردوير يا استاذي، عشان يعني بتصير قوي سوي الاوبن هاردوير. هل انت حر الحين؟ لا، اكتشفت انك حر تقريبا 50%، 50% الباقي اعتاد جهازك مو بحر. ماشي. طيب لذلك ما في احد فعلا فعلا حر الا شخص عنده القدره انه يجيب قطع حره، يعني حاجات كثيره. طيب طبعا الفري هاردوير موضوع اقل خطوره بشكل كبير من هذا، ولكن الهاردوير برضه يكون في شيء لازم ننتبه. لا ننسى ان المستخدم له خصوصيه، له حريه، لذلك المستخدم برضه له حريه يقول استخدم الجهاز انا على راحتي، انا جهازي هذا ما فيه بيانات خاصه، وجهازي هذا انا اساسا ما استخدمه لشيء خاص تمام، ولا في اي شيء. اوكي، خلينا نركب اي توزيع، ركب اي نظام، كيف كنت حر على راحتك، ولكن قد تخطئ يوم من الايام وتكتشف انه في شخص متابعك. طيب لكن برضو في حاجه ثانيه، بعض الناس ممكن تركب توزيع حره ويضطر ركب برنامج غير حر مثل سكايب. اعطيكم مثال، انا مسافر ادرس برا مثلا، انا بالسعوديه ما طلعت، لكن مثلا وابي اتصل على امي، اذا بتصل على امي دوليا ما راح اكمل دراستي لاني ابفلس. ايش راح اسوي؟ راح استخدم سكايب، لان سكايب سهل، اضغط الخضره هذه، امي يجيها شاشه زي شاشه تلفون، اضغط الخضره ترد علي يا يا مع السلامه. زين، ف امي ما تعرف ايش اسمه جابر مثلا، بروتوكولات حره ما تعرفه، لكن اذا جاء اتصال من ده هذا راح تفتحه تمام. طبعا هذا مثال بسيط، في حاجات ثانيه كثيره لانت لها. لذلك المستخدم برضو له حريه بالاختيار، ما يصح نجبرهم، ولازم نفهم انه جنو لينكس طلع عشان الحريه، وما ردع عن مزعج الناس تمام. خلاص انت عندك هدف، طور، اعطي الناس الحريه اللي انت تشوفه، قل لهم هذا هي وخلاص، شكرا. طيب النقطه الاخيره اللي هي العباره ستقراها كثير صراحه، وهي انه النظام وسيله وليس غايه. جميل، النظام وسيله وليس غايه. طيب وسيله وليس غايه، حلو، جميل جدا. اذا كانت وسيلتك خطا، هل تعتقد ان غايتك صح؟ طبعا لا. هنا المشكله، في ناس قالت ان نظام التشغيل عباره عن وسيله، واحنا نحتاج الى سوليوشن. انا ما ادري ايش يقولون سوليوشن، يكتبون بالعربي سوليوشن، كل حل، ترى حل اسرع من سوليوشن، مو بلازم تورينا انك شخص تعرف. لا لا عظيم، ترى في ناس تعرف بعد. المهم، فبدل ما نقع سوليوشن هذا، زين، ابو سوليوشن هذا نسى انه النظام اللي هو قاعد يستخدمه مو بمجرد وسيله انت توديك الهدف. هي المشكله الاساسيه الوسيله حقتك. اذا بتروح مثلا تسافر الى مدينه ما تمام، وانتقلت على سياره تختلف عن سياره تمام، ممكن توصل هناك انت مهدود حيلك ميت، وممكن توصل هناك بسرعه تمام، ممكن توصل هناك وانت مفتوح الدرايش ملفحك الهواء، وتروح هناك وجهك احمر من الحراره، ممكن تروح هناك دافي او بردان او يعني في حاجات صراحه يعني كثيره. لذلك النظام بصراحه شخصيا اشوفه اهم نقطه تمام، الاشياء اللي تسوي. في نهايه الموضوع في عندنا كارثه ثانيه، واللي هي كارثه الاندرويد تمام والاي او اس، واللي راح افصلهم ان شاء الله. ممكن اتحمس وانزل الفيديو اليوم، ممكن لا، ولكن ترى انتم يعني ما بلازم تركزون على الاجهزه بس، ترى في استنتجار ثاني وهو الاجهزه الذكيه. الاجهزه الذكيه برضو فيها مشاكل كثيره. الى هنا انتهى درس اليوم او سواليف اليوم، كانت 9 دقائق ممتعه معكم، مع اني ما اشوفكم لكن ان شاء الله بتعطيكم طابع جيد تمام. اهم 3 نقاط او 5 نقاط تكلمت عنها اليوم هي جنو ليس له علاقه بلينكس، لينكس اللي طلع لينكس هذا هدفه بالحياه انه يطور نواه تشتغل والى اخره، اللي طلع جنو هدفه بالحياه انه يقضي على البرمجيات اللي تضر المستخدمين. التوزيعات الحره ليست حره تمام، تقدر تحولها الى توزيعات غير حرة، تقدر تنزل توزيعة غير حرة وتحذف اللي موجود به، وهذا اللي صاير كثير من المستخدمين اللي فعلا يعني فاهمة، تنزل توزيعة غير حرة وتحذف الأشياء غير حرة وتستمتع بالتوزيعة تمام. في عندنا مشكلة ثانية اللي هي الفري هاردوير، المستخدم كيف يسوي اللي يبي، احنا ما نقدر نجبره على شيء، نقدر نوضح له الأهداف والنقاط والمشاكل تلقائيا، لما توضح له المشاكل هو تلقائيا راح يفهم ويترك البلاوي ذيك. ولكن النهاية اللي هي فيروسات لينكس تمام،
حاب اقول لكم في بعض الناس تقول لو انت صار لينكس بانتشار الويندوز راح يو فيروسات. لينكس مستهدف بشكل كبير لانه المشغل رقم واحد للانترنت. يعني بلاش نسوي ذي لينكس حمايته اقوى من حمايه النظام الثاني اللي اسمه ويندوز او الماكنتوش، نصير واضحين جدا. طيب ليش؟ بسبب التحديثات السريعه والى اخره، وبسبب انه حر الشخص يقدر بسرعه يطبق الحلول. طيب انتهى درسي اليوم، نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم والى اللقاء.